وحول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد عبد الحميد الرجب، أحد التجار في سوق الهال بمدينة الباب. أهلا بك سيد عبد الحميد، حدثنا عن أبرز ما يعاني منه التجار في سوق الهال. أهلا وسهلا أستاذ سلامات مش سلامي. والله بالنسبة لسوق الهال في له مؤسس هو 14 هكتار وسد المات. ألو أسمعني؟ نعم تفضل. ألو نعم الصوت مسموع تفضل. سوق الهال 14 هكتار وسد المات يعني 146 ألف متر، و146 ألف متر مخصص له أربع أبواب. بالأساس أسس أربع أبواب له، قاموا اجوا سكروا لنا ثلاث ابواب وعافوا لنا باب واحد، وفي عنا نحن يعني باب واحد ما بيكفي للدخول والخروج. ان رحنا على المجلس المحلي قلنا له يا استاذ باب واحد ما بوفي، قال بنسوي لكم هو بابين، قاموا ما فتحوا لنا شيء، الباب نفسه حطوا بواري وسووا دخول وخروج. ونحن عم نشكي من هالازمه هي، بدنا ينفتحوا الابواب. ما السبب؟ ما السبب لعدم حل المشكله؟ السبب مشان ما تطلع سيارات، لاني استثمار السوق اخذوا مستثمر مشان يعبنوا داخل على العبان داخل السوق مشان ما يطلعوا. في عنا خمسة بابين برا مشان يصير كل التعبين الزامي، ومجلس المحلي لزمنا بالتعبين بقلب سوق الهال، وفي عنا مزارعين ما بين عبان صغير، في ناس تعبن برا، في عبين خمس عبين. مجلس المحلي ألزم الناس كلها تعبن إجباري بسوق الهال، وهذا صار عبء علينا، يعني بسوي لنا زحمة وبسوي لنا مشاكل. طيب ماذا عن الكهرباء في السوق سيد عبد الحميد؟ سوق الهال صار للكهرباء جاي على المدينة سنتين ونص، سوق الهال لحلق ما مددوا له كهرباء. رحنا صار بيجي عشر مرات على المجلس المحلي يا اخي تعوا مددوا لنا كهرباء، مع انه ملتزمين بالاجار وملتزمين بالترخيص وملتزمين بالنظافي وملتزمين وعم ندفع، بس ما عم ردوا علينا. صار رحنا لعندهم بيجي عشر مرات وما ردوا علينا. اخر شيء جاوبنا رئيس شركة الكهرباء، قال في عنا محولة خاصة الى السوق، قال بتعطوني المحولة لحتى اجيب لكم كهرباء، وان ما اعطيتوني المحولة ما رح امدد كهرباء. ونحن يعني بحاجة للكهرباء جدا جدا، يعني سوقنا بيشتغل الساعة 3 بالليل بالصيف، الساعة 3 بالليل الناس عم تشتري على ضو البيل، يعني أكبر منشأة تجارية في الباب 14 هكتار و6 المات ما فيه كهرباء، بتضمن 300 محل. وين الحل؟ وين المسؤولين؟ بدنا حل للشغلة هاي. بعدين ضرائب على الفوتي بياخذوا ضريبة وعلى الطلعة بياخذوا ضريبة على الخضرة، طيب ليش هالشيء هذا؟ في عنا أسواق هال بالمنطقة المحرر شيء كتير، ما فيه دخل وطلعة تدفع مصاري، كله بده مصاري، العبان إجباري بدك تدفع مصاري. وصلت الصورة. يعني بنروح إيه؟ وكله هذا فرضوا علينا المجلس المحلي. المجلس المحلي فرضوا علينا. أشكرك السيد عبد الحميد الرجب أحد التجار في سوق الهال، كنت معنا من مدينة الباب. أهلا وسهلا ومية سلامي. مية سلامي أهلا.